مرحبا متابعين، معكم عبد الله احمد في قناتي في اليوتيوب. I welcome all of you in my YouTube channel. طبعا انا في المنطقه هذه دخلتها، طبعا اكرر طبعا وايد صح من صارت كلمه اقول، يعني ان جاني تحذيرات كثيره في هذه المنطقه من العصابات، في يعني اشياء وايد خطره، لازم احاسب وانتبه. وهذا صاحبي سي هاي تو عبد الله. عبد الله هاي اخبارك؟ هاو ار يو؟ Then when you finish your work come we walk together. اوكي؟ اوكي برادر. هاي صاحب المطعم اللي باخذ عنده الفول هذا. طيب مسكين. طبعا هم عندهم بيكون اليوم عيد وبكره عيد اللي هو المسيح، وبتكون الشوارع زحمه كثير اليوم. والله المستعان، بنبدا بالفيديو وبعدين بنشوف. وما عليكم الا اللايك الكومنت and thank you guys. وانتظر الفيديو بيجي الحين. He has a boy. He has a boy. والله تشوف العجب، والله تشوف العجب. يا اخي طيب والله على نيات هذا المسكين. هنا هنا ودم بلا دم اسمه ابي اشال الجوج قول على مولا لا اشر متافكن سامنت ماي مولا ليلى دمو ليلى دمو ليش قال هذه الكلمة هذه؟ تلامتنا ما تعال يا راجل سرنا. كتير مشكلة هذه. أزنا أزنا. أزنا سرنا. أزنا رانشي أزنا أزنا رانشي أزنا أزنا أتام جلاتين أزنا تما كاميرا جاية. كاميلا يني كاميلا كاميلا يني كاميلا كاميلا يني كاميلا كاميلا يني كاميلا كميلا ينك رميلا انتي اندمنا علش اندمنا. طيب وعرف حاله يا اه 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 قوي عندي هنا دفنني فكرش كدم مكان هذي اسكي الزلزلالي عرقاج مراش اسكي الزلزلالي اسكي الزلزلالي فكر زلزلالي دم عبيلان سيلا فكر نفاس نبسو مهالاتشين يا ما يدفع ساعتاتشين فكرش كدمك والله نايس نايس بويز فكرش كدمك خالي قولا قولا وعايل الشليو. هذه هي الحياة البسيطة والناس اللي عايشين يوم كميلا كميلا يا يا كيب 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 سينجينج شرورو يا سينج سينج منال منال زفن زفن يا قرطاكو. هذه الحياة البسيطة والعالم الطيبة. وبركة وباش اتجناك كمل انت استكمل ورسو زفن أنا قاعد في المنطقة دي شفت هذه العالم الطيبة. وهذا أفوكاتو مستر أفوكاتو مستر وصوفي الحين بعمل معاه فيديو. هذه اللي حذرتني هذه وايد طيب and call people here. وهذه الطفلة أفوكاتو مستر أفوكاتو أفوكاتو سنتبر how much ها هم شوش من ابا ها شوش شوش هاو ماتش قال 3000 هي
المغامره رقم 2 او الجوله رقم 2 بتكون مع صوفيا اللي قلت لكم عنها من قبل، اللي هي حذرتني من المنطقه والناس بدون تحديد. يعني هذه هي صوفيا، نتعرف على صوفيا اكثر. تعرف عربي صوفيا؟ تكلمي بالعربي. اهلا وسهلا فيكم. ايه طبعا صوفيا لو تلاحظوا تشتغل تسوي اللي هو الاكل المحلي اللي هو كوكور، اللي هو زي الكوكيز. كوكور ها؟ والفرنش فرايز اللي هو البوتيتو. طبعا الحين ما جاهزه. بي، وهذا ابنها الصغير. واتس يور نيم؟ اسمك؟ ها؟ اسروب؟ اسروب اسمه غريب. وتسترزق من هذا المكان. طبعا ما شاء الله عليه تعرف عربي كويس. فقعدت معاها شوي هنا، شربنا، جربنا الشاي، الاكل هذا. طبعا انا عارفه الاكل هاي، كلته هاي من قبل، هذا كلته في هذه. وهي وهذا هو مصدر رزقها. اي كلمه تبي تقوليها يا صوفيا للناس؟ لما تجوا العريس لازم تنتبهوا، يعني في ناس زين، في ناس يعني قدر الشارع، يعني مش كل الناس، في ناس زينين يعني، في ناس قدرين، لازم تنتبهوا على موبايلكم، على اغراضكم، يعني على شنطتكم. شكرا. هذا هو يعني معناته بشرح لكم، يعني just warning people to be careful when come to Addis Ababa. Watch your stuff, watch your step when you go out and when you back to your place, just to be careful. يعني لازم تكون حذر في الطلعة والشارع اللي بتمشي فيه والمكان، لأنه فعلا الشارع مليان surprise، يعني في مغامرات، في اكشنات بتكون، وانت ما تعرف شو اللي بيجيك واللي ما يجيك. فلازم تاخذ الحذر وما تثق في اي حد هنا، تحاسب حتى في المشي. مع انك بمشي انا بصور، لكن هي اللي حذرتني. سبحانك، كان ربك هو ارسلها لي، حذرتني في الشارع. واشكرها صوفيا. ثانك يو صوفيا. بات اما مسجنا له، ما مشكله، لازم. ثانك يو صوفيا. ويلكم. اوكي، ثانك يو بيبل. اول يو هاف تو دو كايندلي ريمبر سبسكرايب اند كومنت. ذيس از عبد الله شانل. ثانك يو.